إذا تكلمنا عن حصة والقفص، متى نشوفك إن شاء الله بالقفص الذهبي؟ هذا بيد الله، مو بيدي. ما في مواصفات معينة يعني تشوفها حصة في فارس الأحلام؟ رومانسية أنت بطبعك؟ جدا، بس واقعية جدا جدا جدا. طيب شو مواصفاته؟ طويل، غني، مثلا على قد حاله؟ خلينا نشوف الحين الرجل بكل معنى الكلمة، تالي نشوف الشكل. يعني الشكل مو مهم؟ مو مهم بعدين، لا أكذب يعني، ولا هني ما راح أكون رومانسية يعني. طيب بس ولكن شو اللي تبحثينه؟ في صفة معينة تحتاجينها؟ في أفعال الريال اليوم، أنا ماسكة مسؤولية وأحس نفسي أنا ريال البيت. ترى مرات الريال لما يشوف المرأة وايد قوية هم ترى ينحاش. خليه ينحاش، شو نسوي له؟ هذا بعدين ولدنا، احنا قوايا شو نسوي؟ يعني الدنيا، دروس الدنيا يا عليا تعلمك انك تكونين قبل مثلا البنية لازم تكوني هي البنوتة اللي ما تسوي شيء، مع العلم ان من ايام البحر والغوص المرأة ماخذة دور الريال. بالضبط. فطول عمرنا يعني كمرأة قوايا. دشوا فجأة سيزن، ما شنو اسميهم، والله ما ادري شنو اسميهم يعني. دشوا حسسون ان البنت لازم انا اللي ما ادري شنو، ولكن لا، الدنيا مو كذي. يعني معقوله حصه اجتي ادوار الرومانسيه ولا مره القلب مثلا رق على قولتهم؟ القلب اكيد رق، والقلب اكيد يحب. واليوم انا تعلمت اكثر شيء من ابوي، ابوي انسان جدا يحب. اليوم انا احب كل شيء موجود فيها الدنيا، فما بالك القلب ما راح يحب. ولكن لما تتكلمين عن القفص الذهبي، قفص الذهبي للحين ان شاء الله قاعد ينصبغ وقاعد يطلونه، وحزتها بعدين يصير خير، ولكن لان هالشيء قسمه ونصيب.